بمسي عليك يا كابتن أسامة، وبمسي على كابتن علي معلول طبعا، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة وتعجب جمهور النادي الأهلي. طبعا علي معلول احنا مبسوطين جدا ان هو موجود معانا في النادي الأهلي، وانا على المستوى الشخصي هو عارف انا بحبه قد ايه، ومبسوط جدا ان هو موجود معايا في الفريق، وبتمنى له التوفيق، وان شاء الله يكون دايما مفرحنا ودايما مفرح جمهور النادي الأهلي، وبتمنى له التوفيق دايما، وان شاء الله الفترة اللي جاية يكسر الدنيا بإذن الله. علي معلول لعيب محترف، عارف واجباته جوه الملعب وبره الملعب، وعارف هو بيعمل ايه يعني، وبيتعامل مع الناس كلها باحترام، والناس كلها بتحبه في النادي الاهلي، ودايما يعني انا على المستوى الشخصي دايما هو بيتكلم معايا، بيجي ينصحني، وانا بحب اتكلم معاه، من الناس اللي انا بحب اتكلم معاها على طول، وبقول له اللي جوايا يعني. فهو شخصية بعيدة عن الكورة، لا شخصية محترمة جدا وشخصية نظيفة يعني. فعلا يعني في علاقة قوية، من الكلام اللي قاله حمدي فتحي عن علي معلول في علاقة قوية وعلاقة حب يعني. لا، أنا من اللاعبين اللي صراحة يعني نحترمهم برشا، لاعب صغير في السن، لاعب يحب يسمع من اللاعبين اللي أكبر منه في السن واللي أكثر منه خبرة في الملعب، لاعب يحب يتطور، لاعب عنده أهداف يحب يحققها. صراحة من اللاعبين هذوما اللي أنا نحبذهم يكونوا موجودين في النادي الأهلي، خاطر هذوما اللي نجموا يمشيوا مع السياسة اللي موجودة في النادي الأهلي. لعيب عنده طموح، عنده أهداف، يحب يتقدم من المقابلة الأخرى، فهذا من نوعية اللاعبين اللي النادي الأهلي يستحقهم في الأوقات هذه. وانت بتتكلم عن نجوم النادي الأهلي الحاليين